اهلا بحضراتكم من جديد. هنرحب بضيفنا اصغر لاعب في التاريخ يشارك في بطوله العظماء الثمانيه في الاسكواش، مصطفى عسل. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا كابتن ايسم. مفروض صح ولا؟ اه طبعا. بس ده بيحط عليك عبء كتير يا مصطفى. اه طبعا، يعني ان شاء الله حب الناس، وانت لعيب يعني خلقك عالي. انا اعرفك من قبل القصه دي كلها، متابعك وعارف اخبارك. ان شاء الله تشارك فيها. تبتدي البطوله دي امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله هتبتدي يوم الثلاث، مش ده اللي بعديه. بطوله كبيره جدا طبعا، الحمد لله. يعني الواحد لعب اربع بطولات بس، هي بس يعني البطوله دي المفروض تلعب على مدار السنه. لعبت انا اربع بطولات بس، كله لعب سته. البطوله دي الحمد لله تاهلت منها، كانت يعني حلم بالنسبه لي انا اخش البطوله دي. طبعا بروح كل سنه اتفرج عليها هنا في زايد، فالحمد لله ان هي تلعب في مول العرب كمان هنا جنب بيتي. خمس دقايق من بيتي طبعا ماشي. كله اذكرك في بيتك. طب مصطفى، خلينا احنا عملنا عن يعني تقرير عنك وعن اللي انت عملته عشان الناس تعرفه اكتر. نشوف التقرير ده مع بعض اعزائي المشاهدين. هنشوف تقرير عدناه مخصوص عشان مصطفى، نعرف اكتر مين هو مصطفى. رجعنا لحضرتك. يدخل مصطفى عسل نجم النادي الأهلي ولاعب منتخبنا الوطني الأول للسكواش التاريخ من الباب الكبير خلال مشاركته في بطولة الثمانية الكبار، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 وحتى 27 من يونيو الجاري. وسيكون عسل على موعد مع كتابة تاريخ جديد للسكواش المصري، حيث سيكون أصغر لاعب يشارك في هذه البطولة التي انطلقت عام 1993، وسيكون عمره 20 عاما وشهرا واحدا بعدما استطاع جمع 2885 نقطة من البطولات الكبرى. وأسفرت القرعة عن وقوع نجم الأهلي في مجموعة الموت مع المصنفين الثلاثة عالمية، وهم علي فرج ومحمد الشرباجي وطارق مؤمن على الترتيب. كان الظهور الأول للمصريين عام 1999 في البطولة التي استضافتها مدينة الغردقة، حينما تألق أحمد برادة وصعد إلى المنافسات قبل أن يصعد إلى المباراة النهائية للبطولة أمام الاسكتلندي بيتر نيكول، ليصبح برادة أصغر لاعب يتأهل للبطولة بعمر 22 عاما وشهرا واحدا. وفي عام 2007 بمانشستر سجل رامي عاشور نجم منتخبنا الوطني تاريخا جديدا بعد تأهله إلى منافسات البطولة والفوز أيضا بلقبها بعد تغلبه على الفرنسي غريغوري غوتييه، ليصبح بذلك أصغر لاعب يفوز بالبطولة وكان عمره 20 عاما وتسعة أشهر. ويسعى مصطفى عسل لكتابة التاريخ والظهور بشكل متميز خلال منافسته أمام أساطير وملوك اللعبة. أهلا بحضراتكم من جديد مصطفى. يعني أنت دلوقتي مركزك على مستوى العالم الـ 12، ولكن التأهل لبطولة العظماء الثمانية مش بس بالمراكز، يعني مش بيجوا يغمضوا عينيهم وياخدوا أول ثمانية رانكد، لا. كلمنا عن التأهل إزاي، يعني هم بياخدوا أكبر أعظم ثمانية بالفعل مش بالترتيب، كلمني إزاي تأهل. طبعا يعني في الأول سيزن خالص احنا يعني أنا مش حاطط قدامي الرانك دلوقتي. الرانك طبعا عشان تكسر وتخش ويعني تاخد بوينتات كتيرة وتبقى جوه شويه، لا محتاجه وقت شويه، محتاجه طبعاً بطولات. فانا مش بص على كده، على قد ما بص ان لعبي، طريقه لعبي، جيمي ازاي مع الناس دي، اخش اقدر يعني انافس مع الناس دي ازاي. الحمد لله ضربت ناس كتير، كسبت ناس كتير، يعني كسرت ارقام ساعتها، كسبت فول كول، كسبت واحد جون اربعه على العالم، كسبت ستة على العالم، يعني الحمد لله ابتديت اخش فيهم. فالحمد لله من اربع بطولات وصلت سيمي فاينل في بطوله الاهرام، جمعت 2885 نقطه. كله لعب سته، يعني كله لعب ست بطولات. انا بس يمكن ما سافرتش قطر وما سافرتش مانشستر، لعبت كل البطولات اللي في مصر. لعبت اربعه بس، ومع ذلك جمعت فيه نقاط اكتر من لعيبه لعبوا ست بطولات. بالظبط كده. فالحمد لله يعني كانت ريسك طبعا. بطوله يعني بطوله الجونه دي كنت بلعبها وانا قلقان شويه ان طبعا في ناس منافسين ولاعبين اكتر مني بطولات ممكن يخشوا البطوله دي، فانا املي كله ان انا يعني اظهر بشكل كويس جدا، العب بشكل كويس جدا. الفوز مطلوب، الدنيا مطلوبه، بس التصنيف مش
مش هو اللي بركز دلوقتي. عليه دلوقتي بركز على اللعب بركز على المكسب بعد كده بعد كده هاير. خلي بالك انت لو ركزت على لعبك وركزت على ادائك التصنيف هيجي بعد كده وهيجي مش هتنزل حقيقة. يعني ان شاء الله باذن الله يعني لو مسكت اذا ركزت على لعبك مسكت في اول واحد اول مركزين هتفضل ان شاء الله سنين طويله. طب خليني اتكلم عن بطوله العالم. انت عندك مشكله في بس هو يعني للاسف يعني هو في طبعا خبر هقوله لحضراتكم هو مش مكانه بس يعني خبر بايظه يعني سكواش. احنا طبعا النهارده للاسف مصر خسرت مقعدها ورئيس الاتحاد الافريقي للسكواش مصر خسرته بعد 8 سنين كانت مصر فيه. طبعا انتوا عارفين مصر في العالم كله هي رقم واحد فما كانش طبيعي ان احنا نخسر رئيس الاتحاد الافريقي. ولكن بنقول هارد لك كان مرشحنا خالد العجرودي تقريبا عضو الاتحاد عضو مجلس اداره خسر الحقيقه في الانتخابات قصاد مرشح زيمبابوي. ده حاجه طبعا تزعلنا بس اللي بيقوله مصطفى هو ده المستقبل اداء الشغل على اللعيبه هو ده المهم. انت عندك مشكله في بطوله العالم هتلعب فينا مصطفى؟ ان شاء الله بطوله العالم ان شاء الله الشهر الجاي بعد البطوله دي على طول. طبعا احنا بطوله دايما البطولات كلها بتبقى في حجر اسبوع ما بنقدرش نخرج من اي حته طبعا بنتست كل يوم عشان نشوف سلبيه ولا ايجابيه. ف بطوله العالم ان شاء الله في شيكاغو بطوله كبيره جدا كمان شهر في يوم 14/7 في امريكا. ف انت متاهل ليها؟ متاهل الدنيا تمام زي الفل بس انا مشكلتي ان انا الفيزا بتاعتي خلصت فيزا امريكا خلصت والسفاره قافله فاحنا عايزين بس المفروض نخش السفاره بحاله طوارئ فالمقاعد طبعا. بس انا عرفت ان انت النهارده كنت مع كابتن امير وجيه في الوزاره طبعا ورحت ويمكن عرضوا لنا الصوره يا جماعه كان في صوره جبناها من الوزاره وكان ورحت قابلت طبعا هقول لحضرتك مين في الوزاره كان طبعا الدكتور محمد حمدي مدير عام قطاع الموهبه في الوزاره وبالحقيقه بيحاولوا يتواصلوا مع وزاره الخارجيه عشان يحلوا لك الموضوع ده. بيعملوا طبعا كل الدعم طبعا واحب اشكر كابتن امير وجيه جدا على المساعده الكبيره دي جدا. يمكن كابتن امير مش من الاتحاد بس هو واحد من الاتحاد واكتر طبعا هو اب ليا تاني وبحب اشكره جدا على المساعده الكبيره دي دايما في اي دور موجود. وطبعا المهندس اشرف قناوي من الاتحاد ساعدني بشكل كبير جدا بيحاول يحلوا لك بيحاولوا يحلوا لي المشكله بس طبعا في يعني تاخير شويه من الاتحاد ناس تانية في الاتحاد يعني تعطيل ورق بشكل كبير جدا ما اعرفش ليه يعني بس وخليني اقول لك برضو ان برضو خلي بالك الاهم في القصه دي قوي هي دعم الوزاره. دكتور اشرف صبحي طبعا الحقيقه بيهتم بالمواهب جدا جدا زي ما بيهتم بحصول مصر على اكبر مقاعد في الهيئات الافريقيه سواء اتحادات او افريقيه لان ده دور مصر وده بيتماشى مع سياسه الدوله. عشان كده قلنا خبر خساره الاتحاد الافريقي لرئاسه السكواش او الاتحاد الافريقي للسكواش خبر مؤسف طبعا حاجه زعلتنا. ولكن دكتور اشرف صبحي بيدعمك يعني النهارده لما وزاره الداخليه وزاره سوريا انا اسف وزاره الشباب تطلب من وزاره الخارجيه طبعا بعلاقتها الدبلوماسيه ان هم يساعدوك في التاشيره اكيد ده هتبقى حاجه طبعا انا بحب اشكره جدا يعني كان النهارده انا رحت من الصبح وكان الورق كله كان بيخلص وان شاء الله هحاول اخد الفيزا على اسرع وقت طبعا ان احنا فرق التوقيت هناك فالواحد بيحب يروح يسافر بدري شويه عشان يكون مستريح نفسيا شويه قبل البطوله بخمس ايام على الاقل. عندك شهر لسه ان شاء الله عندي شهر بس ال اسبوعين تخلص ان شاء الله ان شاء الله على خير يعني ان شاء الله تروح لانه خلي بالك هتجمع نقط حلوه جدا طبعا بطوله العالم يعني عليها اكبر نقط عندنا فهي طبعا اهم بطوله وغير كده اسمه بطوله ان شاء الله نجيبها النادي الاهلي يعني ان شاء الله نضم صوتنا لصوتك وبنطالب طبعا اكيد من غير ما نطالب يعني اكيد الدكتور اشرف صبحي مش هيسكت واكيد هيحاول بشتى الطرق انه يسخر لك امكانيات طبعا الدوله عشان تقدر تشارك في هذه البطوله. طب خليني اتكلم عن البطوله اللي جايه بطوله العظماء هتتلعب في مول العرب هنا طبعا في مدينه القاهره. استعداداتك ازاي وقعت في مجموعه عامله ازاي توقعاتك ليها ايه؟ والله انا كان حلم بالنسبه لي كبير جدا اخش البطوله دي دايما بشوفها وانا عيل صغير ايه البطوله دي بتكلم عن ايه دايما كنت اجيب اصحابي اروح اتفرج كان نفسي في يوم من الايام ان هم الاقي الناس كلها جايه جماهير بتاعت اهلي تيجي اتفرج على البطوله يعني في مول العرب طبعا جنب بيتي خمس دقائق فدايما كنت حضرتك عارف بعد ما كانت في دبي لمده ثلاث سنين بطوله العظماء دلوقتي بقت في مول العرب لمده ثلاث سنين فدي اخر سنه في مول العرب فما كنتش اتوقع في الاول بس لما لقيت النتائج بتجيب ماتش ورا ماتش بيجيب بعضه فجاه لقيت نفسي حتى انا ما ببصش للحسابات يعني ما ببصش للتصنيف او كده لقيت نفسي انا جوه فابتديت اركز عندها في اخر بطوله في الجونه. بس انت وقعت في مجموعه الموت يعني بص لسه المجموعه ما اتعلنتش قوي بس انا سمعت ان في اخبار في اخبار محمد الشباجي طارق مؤمن في اخبار بتقول يعني بس لسه القرعه ما اتحددتش قوي فلسه في كلام عن القرعه يعني لسه اللي مش نهائي طبعا فلسه في كلام عن القرعه يعني هما بيخمنوا دلوقتي واحد اتنين ممكن يلعب مع بس انت مصطفى اقول لك محتاج ماتشات تدريجيه طبعا. يعني لازم انت هتخش على الجد على طول طبعا فانت محتاج الاول تعمل ماتشين ثلاثه او في مصر هنا مع ناس مش مشتركه
مع ناس مش لا انا لسه لعب مع محمد شرباجي النهارده لسه جاي من التمرين وهو يعني احنا دايما كلنا في الاسكواش بنلعب مع بعض يعني انت اتمرن حتى مع شرباجي انا سمعت يعني لا انا على طول اتمرن معاه يعني هو يعني قدوتي هو وكريم سامي الصراحه اثنين من يعني مش شخصيات محترمه جدا في الاسكواش سامعين يا جماعه اخلاق الاسكواش ولاد الزوات الاثنين هيلعبوا بطوله يعتبر اقوى من بطوله العالم كمان وبيتمرنوا مع بعض وممكن ينزلوا قصاد بعض منافسين يعني لا هو الاسكواش كده هو الاسكواش عندنا احنا ممكن نلعب النهارده او بكره نلاقي نفسنا في الملعب على طول بس يعني هي دي هو ده الاسكواش هو ده بنحبه عشان كده طيب يعني انت هتخش على طول يعني احنا لو قلنا 8 فانت تقريبا داخل على قبل النهائي تقريبا او دور الثمانيه متقسمين مجموعتين 4 و4 فانت يعتبر لو فكرنا كده هتلاقيك بتلعب كانك بتلعب دور الثمانيه على طول بالظبط وماتشات كمان سريعه ماتشات مش 3 اشواط وتكسب ماتشات هما شوطين وتكسب شوطين وتكسب بس اوف 3 بالظبط فالدنيا هتكون اسرع واشد وطبعا كل واحد مركز مركز من البدايه طبعا مش دي سلاح ذو حدين دي حقيقه يعني عشان ما تتعبش قوي اللي فتنسه قليل شويه بس انا يعني خليني افكر معاك انت كده محتاج تعلي الفنيات اكتر من الفتنس دي حقيقه صح دي حقيقه طبعا معتمد على ذكاء جوه الملعب طبعا في الاول لو خطفت الماتش بسرعه ممكن تكسب فاهم قصدي ما عندكش رالي طويل مفيش بس طبعا لما بتخش بقى في شوط طبعا الدنيا بتكون صعبه شويه ممكن الماتش ده يقعد 80 دقيقه في 3 اشواط فشفنا السنه اللي فاتت كده برضه فين دلوقتي على ملعب ايه على لا الاهلي على طول انا بس انا عارف على طول في الاهلي عشان الناس تسمع على طول الاهلي على طول انا 24 ساعه في انت انا عارف انا ما شاء الله كل ما اروح عليك بتتمرن انت بتروح الجيم في تمرين طبعا في مستمر طبعا جيم طبعا بنقلل شويه الحمل قبل البطوله طبعا عشان قبل البطوله باربع ايام او كده بس طبعا احنا عندنا الدنيا مختلفه شويه احنا كل شويه بطولات اي نعم دلوقتي الفتره قليل شويه بس احنا راجعين تاني شويه يعني مصر دي اجاد هيكون البطولات قليله جدا مش عارف ليه الحقيقه يعني طبعا بس البطولات راجعه بشكل كبير جدا خلاص بطوله عالم تانية في امريكا الدنيا كلها تفتح تاني امريكا تفتح العالميه تاني. المحليه لسه المحليه لسه للاسف امريكا امريكا طالعين بطوله عالم اهو ان شاء الله بطوله عالم اهو الدنيا تفتح بعديها بقى ان شاء الله طب اوروبا اوروبا برضو انجلترا بعد امريكا ان شاء الله في بطولتين في انجلترا اللي هي بريتش اوبن ان شاء الله ومانشستر دول على طول بعديهم والدنيا ان شاء الله يعني راجعه خلاص بره ما خلاص تقريبا بريطانيا نص الشعب الطعم تقريبا نفس الكلام في انجلترا الدنيا عادي جدا دلوقتي حتى ماتشات الباسكت بيحضروا الطعم حتى هما بيقولوا فاكسيت او فاكسين ات اور ماسكت يعني لو طعمت ما تلبس الماسك دي حقيقة. فتشوف ماتشات الباسكت دلوقتي كلهم طيب قول لي يعني اكيد ليك مثلا يعني تخطيط او اجنده اي لاعب بيبقى له اجنده طب الاجنده بتاعتك الفتره اللي جايه نقول 6 شهور ايه يعني ان شاء الله انا مركز بس البطوله اللي هي اللي جايه دي على طول في مول العرب ان شاء الله بطوله كبيره جدا بالنسبه لي ان انا اخشها اصلا او ابقى من ضمنها ان شاء الله نعمل حاجه كبيره تليق باسم النادي الاهلي وان شاء الله يمكن ناخدها يعني ان شاء الله وبعديها ان شاء الله رايحين على بطوله العالم على طول طبعا بطولتين كبار ورا بعض محتاجه تركيز كبير جدا وبعديها ان شاء الله عندنا بطولتين في انجلترا كمان. بعد كده الدنيا بقى ترجع تفتح تاني بقى يعني خلاص دول اللي هم البطولات الكبيره اللي عندك الكبيرة بس في النص وارد يبقى في بطوله او اتنين صغيره لا في وارد بس دايما احنا بنلعب بطولات الكبيره اللي هي بتبقى نقط كبيره عشان نقدر نخش البطوله اللي هي يعني بتاعه الثمانيه اللي هي اللي جايه كمان اسبوعين احنا بنحضر ليها برده للسنه الجايه وكده فدايما بنعتمد ان احنا نخش البطولات الكبيره عشان نلحق يعني طب انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه اكبر مشجع لمصطفى مشجع بابا حقيقة. صح حقيقه طبعا يقعد بره مش ممكن عيد ميلاده خلاص هو كمان كام ساعه والله كل سنه وهو طيب طبعا كل سنه وهو طيب لا طبعا تشجيع كبير من العيله دعم كبير جدا طبعا في كل بطولات اليوم معايا طبعا وبحب اشكره جامد جدا على الدعم الكبير ده من وانا صغير يعني لولاهم ما كنتش هبقى حاجه الحمد لله بعد ربنا يعني فاحب اشكرهم جامد قوي اكيد وكمان انت اخوك بطل طبعا الاصغر منك الاهلي بقى هي جيل بيورث جيل بقى ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني الجينات هي بتبقى اسره كده جيناتها مثلا ماشيه في كره السله اسره جيناتها ماشيه في السباحه انتوا ما شاء الله كان اكتشاف يمكن بداياتك انت بدات متاخر لا انت كنت بلعب كوره ايوه ما باباك كان لنا الكلام ده كان معانا انا كنت بلعب كوره ما يعني السكواش ما كنتش داخل فيه في الجزيره بس انا بقالي كتير قوي في الاهلي الحمد لله بقالي اكتر من كنت في الجزيره بقول لك بدايتك كانت كوره في نادي الجزيره ولعبت سكواش اللي هو يعني كان عمك بيمرن ولعبت كده بس سبحان الله يعني بتختار طريق طبعا كل حياتي فيها دلوقتي يعني طيب خلينا نكمل كلامنا خلينا نطلع الفاصل انا عندي كلام كتير بقى عايز اتكلم في التفاصيل والامور كتير بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا الممتع واللذيذ والشيق مع مصطفى عسل ولكن بعد الفاصل
اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجمنا، نجم سكواش، نجم النادي الاهلي ومصر، مصطفى عسل. مصطفى، الجونه كان خسارتك مفاجاه، يعني انت كنت متقدم 2-0 وبعد كده خسرت 3-2 في بعض قرارات تحكيميه غير موفقه بالمره، انت شايف ده؟ طبعا يعني ماتش ما كانش لصالح اللعب التاني خالص، اخطاء تحكيميه كبيره جدا في الماتش اثرت على نتيجه الماتش وبتحصل عادي، بس بشكل عام يعني الماتش ما يروحش. تحس انت اقرب للفوز؟ لا، ما انا سمعت ان انت كان في 7 نقاط يعني محوريين في الجيم الخامس. الجيم الخامس نقطه وانا بره الملعب ورجلي متعوره، نقطه اتحسبت هنا. يعني انت اتاخرت في نزول الملعب؟ ما اتاخرتش، انا كنت متعور ورجلي كلها كانت متعوره. انا سمعت ان انت دخلت لبست الجزمه جوه. لبست الجزمه جوه من كتر ما هو خلاص هيحسب، ممكن يحسب الماتش. فانا عملت له كده. احنا عندنا في السكواش انت ممكن تعمل 3 دقائق، ولو حتى لو ما عندكش اصابه يعني عندك اصابه يعني، فعايز تاخد 3 دقائق تريح بالظبط. فانا كان عندي اصابه، عندي اصابه كبيره كمان في رجلي، مش عارف اتمشى عليها حتى. فكان لازم بلاستر ولازم حاجات وشاش وتلف عليها، فطلبت الفيزيو عشان يجي يعمل الكلام ده. وطبعا يعني المدير كان قاعد بره والناس، ومفروض ان الثلاث دقايق دول يتنفذوا، ففجاه لقيته بيقول العب العب العب. فطبعا دخلت عارف ان هو هيحسب يعني، فدخلت وانا اصلا رجلي في الملعب يعني ما كنتش بتصور هتحصل كده. طبعا بقى لما المكسب خلاص كان بيجي، طبعا اخطاء تحكيميه كبيره جدا. وصلت 8-2، كان هو 8-2 وصلت 9-8 يعني 9-8. يعني انت بعد الاصابه كان 8-2، عوضت انت بقى 9-8. بالظبط كده. هو نقطتين يعني المفروض كاسان كان المفروض نقطتين حاسمتين ليا. سمعت ان في 2 ستروك اتعملوا. يعني انا بخرج نفسي من بره يعني مود مثلا اللي هو الاضطهاد التحكيمي والتركيز مع الحكام، ده ان هو ما بيفرقش خلاص، القرار اتحسب خلاص يعني ده قرار الحكم في الاول في الاخر. بس طبعا كان في طبعا جزئيه عنيفه في الماتش ده، بس يعني بنحاول نتعامل منها الحمد لله، لسه صغيرين فواحده واحده يعني. طب قول لي يا مصطفى، يعني انت يعني اكيد دعم النادي الاهلي ومتمثل في كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره دعم كبير، كلمني عن الدعم ده. لا، النادي الاهلي من ساعه اول يوم ما دخلته وهو الحمد لله يعني فرحه كبيره ليا انا ولعيلتي الصراحه. ما حققتش حاجه وانا كنت في نادي الجزيره خالص. لما جيت النادي الاهلي كنت ده طبعا الفضل يرجع لكابتن ناصر زهران في البدايه طبعا، وكابتن عباس كعود طبعا في البدايه اتبناني وانا في النادي الاهلي، وجيت من 6 سنين الاهلي اعتقد. كان ساعتها بقى ابتدت اتولى البطولات وكسبت اول بطوله عالم في الاهلي، وبعد كده لعبت 17 و19 كنت باخد الحمد لله الايفنتات الاثنين. وطبعا جيمي اختلف، ابتديت العب رجال، النادي الاهلي دعمني بشكل كبير جدا. بحب اشكر مجلس اداره وكابتن خالد مرتجي طبعا على المجهود الكبير اللي هو اي مشكله على طول بكلمه، يعني دعم كبير جدا. وكابتن رؤوف طبعا على طول في المكتب عنده يعني. نفسك كابتن محمود الخطيب يحضر لك ماتش؟ طبعا، يعني هيبقى شرف كبير ليا لو جه بطوله الثمانيه، يعني دي تبقى مش عارف على لا بس عايز اقول لك دي يعني كابتن محمود الخطيب شفناه بيروح لكره اليد سيدات، كره اليد الرجال، حتى لو الفرقه معرضه انها تخسر صح، وبيروح وهو يعني داعم الفرقه وبيبقى موجود وبينزل يسلم على الخصم قبل الفريق صح. الفريق بتاعنا او فريق النادي الاهلي، فاكيد يعني وجوده في ليك في الملعب هيكون دافع. لا طبعا كابتن محمود ده هو الحاجات في الكلام اللي هو بيتكلمه في التكريم ده كلام اصلا بيأثر عليا جامد جدا يعني انا اول بطوله عالم وقلتها كتير قبل كده، اول بطوله عالم والله كسبتها، فرايح المفروض بقى ده ساعتها اتكرم بقى. فساعتها قال لك الاهلي لو مش نمره واحد ما يبقاش اهلي، فانا يعني خلاص البطوله دي انساها وركز في اللي جاي. صحيح. فاللي جاي دي بقى انا كان عندي بطوله عالم ثانيه ساعتها في 2019، فرايح بقى دافع عن اللقب. فساعتها بقى قاعد عامل كده يعني قاعد والله، وانا بس انا المفروض بسلمه من الكاس بعد ما كسبت كاس بطوله العالم، بسلمه من الكاس. الكاس القديم. فخايف يعني الكاس ده لازم المفروض لو كسبت بطوله اخده تاني. فقاعد بقى طبعا مركز في الكلام من سنه، كلام كابتن محمود الخطيب المركز اول لو تاني بيقول لي زي الاخير. ده بالظبط نفس الجمله واحنا بنتكرم اول سنه كانت بطوله العالم. وخليني اقول لك انه يعني اكيد يعني انت وانت بتشارك بره او بتشارك في كل الانديه، النادي الاهلي معروف، النادي الاهلي كره قدم، النادي الاهلي العاب اخرى، لا طبعا كل شيء. طبعا ده مجرد البادج بتاع ده هيبه لوحدها يعني، ده قصه ودنيا، ودي في اي حته في العالم. ما انا ما بقولكش دول عربيه ولا لا، في اي حته في العالم طبعا. تالت عالم كره قدم لا فريق على اعلى مستوى ما شاء الله طبعا، عالمي كبير. لا الاهلي طبعا كيان
انا يشرفني ويشرف عيلتي كلها ان انا اكون في المنظومه دي وفي الاسكواش، وان شاء الله نرفع رايه الاسكواش في اي حاجه. بشكر طبعا الدعم الكبير قوي من النادي الاهلي وحتى جمهور النادي الاهلي. طب قول لي يعني انت برضو في بينك وبين الجمهور ديالوج كده حلو قوي طبعا. يعني انت قلبت الاسكواش كره قدم، دي حقيقة. يعني يا جماعه برضو على دولنا الصور اللي كانت في بطوله الجونه برضو كانت صح ولا كانت فين؟ في كل حد لا في بطوله الجونه كان في تيشيرت واتعمل كده في الاهرام في الأهرام. ايوه كده انا فاكر والتيشيرت وجالك حتى جالك جمهور. يعني اقول لك على حاجه في الاهرام كان كبير جدا. لا جمهور كوره وطبلة وكله كان جه في الاهرام. تعرف ان انت في البطولات دلوقتي بقى بيقلقوا منك من الجمهور. يعني الجمهور عايز يخش وعايز يتفرج، جو غريب على الاسكواش. لا هي هو ده، انا شايف ان ده هو اللي هيوصل الاسكواش لمكانه كبيره جدا ويخلي شعبيتها من يعني حتى لو ده هيجي على حسابي، بس انا عايز اودي اللعبه دي في حته تانية خالص. ممكن في ناس تتعارض مع الموقف دي، ممكن في ناس طبعا كتير بتشجع الحاجات دي، بس يعني ليه لا؟ ليه ما تخلص ماتش 100 وحاجه دقيقه؟ ليه مثلا واحد من بره يقعد يعمل لك كده؟ ده انت عامل كل ده، يعني ممكن تلعب اكتر. اهي الصوره اهي مؤمن زكريا وقلعنا التيشيرت وفي جمهور بره. انا شايف تيشيرتات حمراء كتير اهو، يعني قلبتها كوره في كل حته. وخليني اقول لك، شوف انت بتتفكر ازاي مصطفى، شوف انت حابب الجمهور يقرب من اللعبه ازاي. انا كلمت مسؤول كبير في احد الانديه يعني بدون ذكر اسمه، والبطولات بتتلعب، وقلت له نيجي ونغطي البطوله وبتاع. قال لي لا كده متشاف. يعني احنا بنحاول نقدم حاجه، وفي ناس بتفكر بفكر قديم. انت بتحاول توصل الاسكواش للشعبيه وانت في السن. انا الماتش ده انا مش قادر اقول لك هو من اكتر الماتشات اللي جت عليها تعليقات في الاسكواش. يعني جت عليها فيوز في الاسكواش. ده اللي حصل. طب يعني 8 انت عامل 8 ليه؟ اهو مؤمن صح كده. الله يعني له الشفاء طبعا. بعد ما كسبت ماتش في البطوله الاخيره في ماتش محمد ابو الغوار في دور ال 16 بعت لي مؤمن وربنا يوفقك ومبروك. لا قول لي كده، كابتن مؤمن زكريا بعت لك؟ بعت لي. عارف تليفونك هو؟ لا على الانستجرام. يعني انستجرام قال لك ايه؟ قال لي مبروك وربنا يوفقك. قلت له يعني احنا مستنيينك، كل الجمهور الاهلي مستنيك، ان شاء الله ترجع بالسلامه، وان شاء الله قريب جدا ان شاء الله نلاقيه في الملاعب تاني وينورنا تاني دايما باحتفالاته بقى وحركاته كلها. هو بيتحسن، وهو انتوا يعني هو متابعك وبيدعمك بشكل مستمر. طبعا طبعا. يعني انت ما شاء الله عليك دخلت الاسكواش بشكل الناس حبته، والناس سهلت الاسكواش للناس يعني. واخوك برضو طالع نفس المطلع، خلي بالك. بس اخوك هادي شويه عنك. الكلام ده هيعل. لا بحسه هادي يعني، بروح اسلم عليه وبتاع بحس كيوت كده. لا هو اهدى مني. ولا بتاخدني؟ لا اهدى مني اهدى مني اهدى مني بكتير. ما انت هتعقله بقى. هتخليه هوب على طول. لا انا بحب الروح اللي فيك، وان انت عايز توصل الاسكواش لكل بيت. غير يعني طبعا كل التقدير للعبوه قبل كده، بس الاسكواش محتاج يوصل كل بيت. اللعبه محتاجه شخصيات. يعني انا شايف ان اللعبه الصراحه طبعا في اساطير واساطير ودوا اللعبه دي في حته تانية كتير طبعًا. بس احنا عايزين ليه يعني ليه انا اخلص ماتش 115 دقيقه او 123 دقيقه وقاعد انا ومسلم كل الاحترام للعيب وكل التقدير ليه وكل حاجه اسلم عليه؟ طب انا ليه حريه ان انا اعمل اللي انا عايزه؟ يعني انا خلاص انا كسبت ماتش قد كده. بنشوف الكوره، بنشوف الطايره، بنشوف الهاندبول. افرح بطريقتي. ما ينفعش. وكمان اللقطات دي بتحب الجمهور، بيحبها جمهور الرياضه طبعا. لكن في بقى اللي هم قدام قوي فاهم بالسكواش طبعا، بتبقى مدارس. يعني ده مش عاجبه، وانا احترم طبعا كل وجهه نظر، ويعني بسمع لهم طبعا وكل الناس دي طبعا. بس انا ليا حاله جوه الملعب تانية خالص، الادرينالين تاني خالص. الجمهور لما بيجي يشجع ده حاجه تانية خالص. يعني يمكن مثلا ما تلاقيش في ماتشات تانية الجمهور بيشجع بالمنظر ده. او مثلا انا ومعامل الجمهور كده، لا في روح تانية طبعا. في بالذات في مصر، يعني بالذات في مصر الصراحه جمهور الاهلي طبعا داعم بشكل كبير جدا. احب اشكر قناه الاهلي ان كل بطوله معايا بشكرك جدا يا كابتن هيثم. يعني بجد على طول دايما في ظهري في التغطيه، يعني بشكر الاستاذ عزه برضو ومحمد ناجي، بصراحه عاملين دور جامد جدا. ورشاد طبعا، رشاد كل المجموعه بتدعمك بصراحه طبعا. وده حقك على فكره، خلي بالك احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنبروز شغلك، بنبروز مجهودك. طيب انا احب دايما اسال ضيوفي كده في الاخر كده سؤال، طموحاتك ايه؟ ان شاء الله يعني طموحاتي قريبه ان شاء الله. الحمد لله انا بحس كل سنه ورا سنه في حاجات مثلا في دماغي بحس ان انا لا هي بعيده في دماغي، بس انا الحمد لله بفعلها جوه الملعب. بحاول ان انا اوصل ان شاء الله يعني نمره واحد على العالم. انا عارف ممكن تاخد وقت شويه، بس انا بحاول ان يعني دلوقتي بركز في البطولات اكتر، اكسب بطوله كبيره ان شاء الله. دايما بحاول
ان انا اقرب على قد ما اقدر، بس ان شاء الله طبعا بمساندة طبعا النادي الاهلي، و يعني بحب اشكرهم كتير جدا على المساندة دي، وطبعا سبونسر بتاع حديد عز بحب اشكرهم على الدعم الكبير ده جدا، داعميني في كل البطولات اكيد. السبونسر بتاعك طبعا جاي، ويعني بحب اشكرهم جامد قوي يعني. هنفكرك هتوصل للقمه ان شاء الله وانت واخدها واحده واحده. عاجبني انت مش مركز فوق، انت مركز الخطوه اللي بعديها ايه. طبعا ودي حاجه طبعا بحب اشكر طبعا الجهاز الفني، كابتن شيرين وكابتن محمود عبد القادر وكابتن محمد عباس، والناس دي طبعا عليهم فضل ليا كبير جدا. انت شايفني قاعد في النادي على طول الوقت، فبحب اشكرهم بشكل كبير جدا، مرنوني على اعلى مستوى معايا دايما في كل البطولات، فاحب اشكرهم جامد جدا، واحب اشكرك يا فندم. ده شرف لينا يعني، وانت جميل يا مصطفى وحقيقه نورتيني جدا وشرفتني. نفس الحلقه طول ساعات وساعات الكلام الوقت جري. لا والله الوقت جري. نورتيني وشرفتني مصطفى عسل، نجم النادي الاهلي ونجم مصر في سكواش والصاروخ القادم باذن الله. ربنا يحميك من الاصابات. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا استاذ. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع نجمنا مصطفى عسل، 20 سنه ان شاء الله بيشارك في بطوله العظماء للسكواش اللي هتبتدي ان شاء الله كمان اسبوعين في مصر، كأصغر لاعب في التاريخ يشارك طبعا يكون له الشرف انه يشارك في هذه البطوله، وهنتابع اخباره في البطوله وان شاء الله يا رب يوصل لمركز متقدم. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع برنامج الابطال.